بسم الله حبايبي، لكم التحية الحلوة المعطرة، وهدا لكم من دار المحبة دار السلام الكويت. بوكيه يحمل كل الطيب، الكمبودي والمنبودي وكل ما في من رياحين حلوة. واصل لكم مع التحية الحلوة المعطرة، وهدا لكم من تلفزيون دولة الكويت عبر قنواتي الأرضية والفضائية. كل ليلة احنا ننتظركم على أحر من الجمر، والود ودي يا ربي ما حد يقول الو الا ورابح. ماشي، سموا بالرحمن ونبدا حلقتنا لهذه الليله اربح مع لويس. حياكم الله. يا مسا الورد والريحان على كل الطيبين حبايبي. ارجو اللي يتصل او تتصل تكون على الاقل عندها بعض المعلومات. أنا ساعد كثر ما أساعد، لأن دار قاموا يخانقوني أبو عبد الله أنت ما تخلص الهدايا. خير وايد من الرحمن إن شاء الله، وكل الشكر والتقدير لكل الشركات حقيقة اللي ساهموا معانا واللي لا زالوا معانا متواصلين. لكم التحية حبايبي، ولما تقول لي ألو خلي على الأقل التلفزيون مبطل يمك، بس قصر على الصوت واسمعني من التليفون. تعطوني ألو، سموا بالرحمن. ألو مرحبا بك. الو يا هلا والله، كيف حالك يا الغالي؟ يا هلا سلمك وخليك. يا هلا والله، استفتح بشخصيه مثلك وتعرف باسمك. محمد عبد الهادي الجمعة. والله وستين الف نعم يا محمد العبد الهادي، شلونك اخوي؟ والله بشرك بخير يا رب ويعاشك. شلونك يا الحضور؟ ممتاز الحمد لله، امانه امور طيبه بشرك. امانه انت رحت الجمعيات لقيت الخير موجود وكل شيء موجود؟ وابدا الامور كلها طيبه والخير كله موجود يا رب. الله لا يغير علينا بالأحسن إن شاء الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. السادي الكريم، سؤال يقول: من هو مصمم المسجد الكبير؟ من هو مصمم المسجد الكبير؟ واسمع اختياراتي شو تقول. المهندس أحمد زكي، أم المهندس محمد صالح مكية، أم المهندس أسامة الخطيب، أم المهندس أمين بركة؟ سب الرحمن. أمين بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع المهندس برد قلبي محمد صالح. برد قلبي برد قلبي برد قلبي أنت محمد صالح. أحلى محمد، صح، برافو عليك، تستاهل. أعطوني ألو. ألو الو، مرحبا بك. يا هلا يا هلا وغلا، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله، امور طيبه الحمد لله. سلمك ربي. يا مرحبا يا مرحبا، اتعرف حضرتك. اسمعك صلاح جمال. صلاح ازيك يا صلاح؟ الحمد لله تمام. كويس الحمد لله تمام والله. من فين انت؟ من مصر؟ من مصر الحمد لله. من مصر انت؟ انا من مصر. دلوقتي تكلم من الكويت انت صح؟ انا من الكويت. الكويت حاليا عايش في الكويت. منعم فيكم، حياك الله. من وين؟ من مصر صلاح. انا من دمياط. بلدياتي، ازيك؟ كويس ان شاء الله. الحمد لله كويس، الحمد لله ممتاز. صلاح، شنو يختلف رمضان عنا عنكم انتم في العادات الامور البسيطه هذه؟ شنو تقريبا الامور هنا في الكويت؟ شنو شنو اشهر اكل عندكم في رمضان انتم؟ البط. البط؟ ده اللي شو حظ البطة في رمضان؟ البط والمحشي كذا يعني. حياك الله حبيبي. اسمع سؤالي بسيط وخفيف الظل إن شاء الله، وأتمنى أنك يعني ما تفوت الفرصة. ما الاسم القديم لحديقة الشهيد؟ واحد، حديقة البلدية، أم الحزام الأخضر، أم حديقة وهران، أم حديقة السور؟ وحزعل عليك يا صلاح. ها صلاح، حديقة البلدية. وحديك فرصة ثانية كمان إن شاء الله. يلا بسرعة. حديقة السور. لا أنت حتعدهم كلهم بقى كده حاني بقى. لا لا، حديقة البلدية، حديقة السور، إيه ثاني؟ لا خلصوا بقى كده، انتهت من عندنا الحكاية. كم فاضل لي؟ معلش يا صلاح، حظ أوفر إن شاء الله. ألو، أعطوني ألو. خسارة.
يعني انا بالود ودي والله يعني ما حد شفه، ولكن يعني اترك خيارين يبقى هذا بعد شو بقى يعني، وهذا اسهل شيء على فكره. اعطوني الو 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 الو. مرحبا. هلا مرحبا، كيف حالك؟ هلا. طيبه ولا زينه؟ الحمد لله طيبه الله يسلمك. يا طيبه شو اسمك؟ مزنة مبارك بطيب. مزنة مبارك بطيب. والنعم الله ينعم حالك. يا مزنة يا مزنة كيف حالك؟ زينة مزنة. شايفة التلفزيون؟ اي مشغلة. شايفتني؟ اي الحمد لله. ماشي، صلي بالرحمن. الله يطول. سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي لقب اللي لقب جاسم يعقوب سماه المرعب؟ المرعب. حمد محمد، محمد المسند، عبد العزيز المخلد، خالد الحربان. هيا مزنة. خالد الحربان. وانت يا احلى مزنة، صح، برافو عليك. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طول لي عمرك وتعرف بحضرتك يا الغالي. معاك ناصر القريني. وستين ألف مليون نعم يا أبو بدر. الله ينعم حالك. شلونك؟ حيا الله ناصر. خير الله يسلمك. أبو بدر أبو بدر، سؤال إذا ما عرفته بزعل، ولا يكون تدق علي، وحتى بالعيد احنا مستمرين معاكم، بحفظ اسمك وإذا دقيت بقول ما أنا محاجك، إيش رأيك؟ لا لا. تم؟ تم. انا منحاش ترى الحين، عندي والله اشتغل بالجمعيه منحاش انا الحين. ليش منحاش؟ ليش بيوم؟ ارد عليك. يلا خلاص، انا عيل خلص واخذ جائزتك وارجع كمل دوامك. ماشي ماشي ماشي. بسم الله الرحمن يا ابو بدر. يقول في اي عام افتتح مستشفى جابر الاحمد؟ في اي عام تم افتتاح مستشفى جابر الاحمد؟ اسمع معي. 2016 2017 2018 2019. خلص يا ابو بدر، وراك الدوام، الحق. في عام 2000 و ابي الاو 19. ابي الاو بلغيها لك بسرعه، عطني غيرها. بلغيها، عطني غيرها بسرعه. حمين ها سرعة، آخر فرصة بعطيك. خلص الوقت، خلص الوقت. في عام 2017. لا ما ياك كذي، فشلتني يا أبو بدر. روح الدوام، كمل كمل الدوام. هارد لك. خسارة. أولا كل الشكر والتقدير لوزارة الصحة على المجهود اللي حقيقة أثبته أنكم قدها وقدود صراحة، والله بيض الله ويوكم. وتحية أخص فيها الشيخ باسل الصباح على رأسي، وفيت وكفيت أنت وكل الأخوان في الصف الأمام، ولا أنسى الداخلية والمطافي وكلكم، كل بيض الله ويوكم. ولكن حقيقة أثبتوا أنكم قدها وقدود. على فكرة تم افتتاح هذا المستشفى في 2018، ويعتبر من أكبر مستشفيات في الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم. ماشي، وضعت الصورة يا أبو بدر مرة ثانية، أحفظ ودق علي. سمو بالرحمن، أعطوني بعد ألو. عفوا عفوا عفوا، خلون ما أبي ألو عندي، خلون أول أقول شو اسمه وبعدين هذا، ما عليه. أعطوني ضيفي الكريم المذيع المميز الأستاذ علي حسين حبيب الشعب. شلونك؟ حياك الله. في برنامج في إذاعة القرآن الكريم بدأ من سنة 2000. هذا البرنامج من خلال البث المباشر، يعني نقدمه من الساعة 1:30. هذا البرنامج مستمر إلى الآن، يعني الحين عمر هذا البرنامج تقريبا 20 سنة. الحمد لله مروا عليه مجموعة من الزملاء المذيعين والمخرجين والمعدين والفنيين، وما زال هذا البرنامج يقدم إلى اليوم، وفي رمضان بالذات يقدم الساعة 2:30 ويستمر إلى الساعة 3:15.
هذا البرنامج ما زال يقدم، لكن أيضا ما زال شعبية هذا البرنامج أنه ينقل عبر قناة إثراء الفضائية وتعاد الحلقة بالليل. أنا أبي أسألكم، تعرفون اسم هذا البرنامج؟ هذا هو سؤالنا. والله حياك الله. على فكرة علي حسين يمكن أعرفه من الإعلام، هو معنا من يعتبر من المؤسسين لنا. بحياتي لم أشاهد هذا الإنسان في يوم من الأيام، عفوا علي حسن، ما قط مر علي يوم من الأيام حمقان. الرجل الهادي أسمي أنا، سمو بالرحمن، أعطوني ألو. ألو، مرحبا بك. مساك الله بالخير. يا هلا يا هلا يا مرحبا، كيف حالك وتعرف حضرتك؟ أخوك ناصر يوسف. والنعم اليوم ثاني ناصر عندي. شوف ناصر ناصر أبو بحدر أبو يوسف. لا لا أنت بتضحك أبو عبد الله. ايه؟ على فكرة أخوي من الشيوخ اللي قدموا البرنامج مع المذيع. لا يعني من الشيوخ اللي قدموا البرنامج وياه. لا والله العظيم. لا لا. على فكرة وأنت كانوا يتكلمون عنا. ايه؟ في الأعمال الخيرية في المنطقة المقبولة. فعلا على فكرة بقمة الهدوء على حسن. اي والله مشتي مره احنا نعصب لدرجه ترى وش على راسنا وقف. لا اله الا الله. اي كول وكول هادي. لا اله الا الله. ولكن انا اللي عارف انه بقناه اثراء، لكن للاسف البرنامج ماله يعني ما كنت اثبته وايد. انا كان وحده بالضبط يحطونه البرنامج الظهر، كانوا يحطون فيه عن السيره النبويه والامور هذه والصحابه. بالفعل اتابعه ولكن ما اعرف اسمه، لكن اذا تحط لي يمكن اقول لك اسمه. لا على سمونه. شوف البرنامج احب اقول لك انا، شوف هل هو على المكشوف او واحة المستمعين او عتيج الصوف او سر الحرفة؟ ها لا لا لا، واحة المستمعين. واحة المستمعين. وانت احلى ابو بدر مر علي وسلم على علي ان شفته وياك. حياك الله يا حبيبي. فاصل ومعاكم نتواصل بإذن الله. سراي عامد النظر حبيبي، سراي حقيقة وفيت وكفيت، بيض الله وجهك. وقالوا لي اليوم إن حاط هدايا تمام التمام حق العيد، هدايا كبار تليق بمقامكم. ننتظر الألوات 50 50 22 0 والباقي علينا. ماشي سمو بالرحمن. وصلت إلى الجائزة المميزة. سمعون بوكس سراي بي آي بي، عطر سيلفر، عطر سراي، عطر أصفهان، عطر جميرة، ربع تولة كمبودي، ربع تولة دهن حبيبة، مبخر كريستال، تولة عود اتراد. عطوني السعر وفوق ال 150 وما فوق، بعد ما اقدر افتن اكثر من هالشكل. يلا عطوني. الو سعيد او سعيدة الحظ يوصلهم للبيت، حلال بلال على قلوبكم، بس عطوني. الو الو الو، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتعرف بحضرتك يا الغالي. هاني ساير العنزي. والنعم والنعم يا هاني، كيف حالك؟ الله يسلمك. هاني بن ساير. هلا بك. شفت اللي عديته هذا وشوفه بالصورة قدامك. ماشي. كم تتوقع يسوى؟ لا تعطيني 150 اشقح، خلص. فوق. اشقح بعد فوق شو أقول؟ ها. خلص. 220. شو اسمك انت الثلاثي؟ هاني ساير حسين. وانت احلى هاني بذمتي مر علي، لا اله الا الله. 220 يبت بالضبط ريحت قلبي. صح، برافو عليك ستايل. هذا هاني ابو حظين صراحة، هذا هاني أسميك بحظين أنا. بالمبارك عليك وحلال على قلبك. عندي بوكس ثاني، بوكس الشامية، عطر سراي،
عطر جميرة، ورد كشميري نص تولة، مخلط فهد اسمه نص أتولة، مبخر سمو بالرحمن، من يقول لي بشمو أقول حلال على قلبك، سمو بالرحمن. ها من يقول لي ألو؟ ألو ألو، وين؟ كيف حالك يا الغالي؟ يا هلا فيك منصور أحمد حامد. والنعم صحتك يا أبو عبد الله. الله يخليك منصور، كيف حالك؟ الله يحفظك، الله يحفظك. بس في عندي أمنية للجميع. تفضل. الله أستحلفكم بالله البقاء في البيوت. أتمنى أن نبقى في البيوت وعدم الخروج حتى نتغلب على هذا الوباء. يا رب والله يحفظكم ويحفظنا من كل شر. الله يطول. آمين يا رب. شكرا يا أستاذ منصور. أنت من وين تكلمني؟ من الكويت؟ أنا من الكويت. أنا أردن الجنسية وأنا من الكويت. مواليد الكويت. يا حياك الله يا مرحبا بك. الله يبارك. ومكانك وأهلك إحنا حبيبي. بارك على راسه وعيني. الله يطول. تدري بعد أنا أنت طلبت أمنية ها؟ نعم. وانا بعد اللي عندك امنيه، ايش رايك؟ تفضل. انك تعطيني السعر مضبوط ويوصلك لبيتك هذا. ان شاء الله اكون من الفايزين على العيد الكريم يعني. حياك الله حبيبي. انت شايفه قدامك بالشاشه؟ والله ماني شايف، خلينا نشوفه. بوكس جميل عندك. يلا يا استاذ منصور. تفضل. وين؟ انا ماني شايف. كاج قدامك التلفزيون تشوفه؟ اي انا فتحت التلفزيون بس بعيد. اي خلاص وقت. ما عليك. فوق فوق فوك تم. ها. يعني فوق الميوت. لا هذا ما تكلم، الاول تكلم، انما الثاني قالوا لي ممنوع. طيب خلنا نقول 160. 100 اثبت؟ ان شاء الله اثبت. يا رب سمو بالرحمن. اعطوني الو. حياك الله. الو. الو. مرحبا مرحبا يا هلا وغلا بالطش والرش ماي الورد بالقرش. هلا والله فيك اخوي. اتعرب حضرتك. فاطمه احمد الشملي. والنعم يا فاطمه، كيف حالك؟ نعم بحالك الحمد لله. زينه؟ الحمد لله بخير. دار مدارس الاهل، لا تلاصقون وايد، ديروا بالكم ولبسوا الكمامات وسمي بالرحمن وقولي لي بكم. ها؟ يعني بحدود الكم يعني؟ لا فوق ما اتكلم في هذا العطر، ذاك الاول ممكن بس هذا لا. سمي بالرحمن لا يضيع الوقت، بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ب 190. اثبت؟ ثبت. يا رب اعطوني الو. الو الو الو. على فكره بقول لكم شيء واحد، انا لما تكلمت عن العطر هذا والمخرج الله خير يحط لكم بالشاشه وامامكم تقديريا، انت لما تشوفه تعرفه، وتقديريا لما تشوف الثاني ايضا تعرفه. فهم يعني اللي شويه شغله الذكاء شويه راح يبين معكم على طول، ما في اي مشكله. ماشي. فبالتالي انا لما تقول يقول ما اقول لاخواني يقول لا ابو عبد الله ما انه يعني انا والله ودي الود ما حد يخسر، ولكن اكو امور ساعات تصير قصبا علينا، هاي الشركه برضو يعني حاطه مبالغ وكذا، وودي الكل يربح لكن ما باليد حيل عاد. سمو بالرحمن. عطني الو. 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 يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتعرف حضرتك. نصره جاسم محمد. نصره؟ جاسم محمد. والنعم يا نصره، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. زينه؟ الحمد لله تمام. يا مرحبا، نصره. هلا. الله ينصرك وتعطيني وتعطيني السعر الصح واقول حلال على قلبك، مثل اول واحد جاب السعر مضبوط تروح وانت مثله. يلا. الله يكون من مصيبنا. يا رب. ها قالوا 160 وقالوا 190، انت شو تقولين؟ ان شاء الله نقول نتوكل على الله 110. 110. انت كويتيه؟ لا سوريه. يا مر. من وين؟ من سوريا. من البكمال دير الزور. بكمال. تدرين انك انت احلى نصره؟ برافو عليك. 110 بالضبط، بارك الله فيك، حلال على قلبك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. الليله اللي في التثمين ريحوا قلبي، انطر الباجي يعطوني علوات واقولهم حلال على قلبكم. اعطوني فاصل. الطاوي والغال
وصلنا إلى فقرة أسميها أنا بنق التلفزيون، فقرة القرين. ماشي، شغلوا الجمجمة شوي وأرجو تستريحون قلبي مثل اللي فازوا في التثمين. سموا بالرحمن، حطوني ألو. ألو 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 يا مرحبا. هلا فيك، كيف حالك أستاذنا؟ خير الله يسلمك. أتعرف حضرتك؟ عباس الفلاح. باسل؟ عباس الفلاحي. عباس والنعم، كيف حالك يا عباس؟ شلونك؟ خير الله يسلمك. طيب ان شاء الله. الحمد عباس لله خير. انتم متابعنا على قناه على فقرات القرين وشايف البرنامج ماشي؟ اذا شوف الشاشه وريح قلبي، سم بالرحمن. اخذنا كمؤسسه غير حكوميه، مؤسسه وجدت الكثير من الصعاب امامها واستطاعت ان تتخطى هذه الصعاب. الإنجازات لا بأس فيها، صار الاحتكاك لا بأس فيه، وتعرض بالنسبة لأصحاب العقائد الأخرى والأديان الأخرى وحتى مع الناس العلمانيين في ديار الغرب، وأنا ما أنكر أني استفدت فائدة كبيرة جدا من هذا، بدليل أن عملنا أركزنا فيه على الشفافية من قبل ما تطلع قضية الإرهاب. بعدين في تدقيق خارجي، مكتب من برا سنويا مجلس الإدارة يعينه ويأتون يدقون علينا الميزانية، ثم مجلس الإدارة، ثم الجمعية العمومية رحمة الله عليه، داعية وأستاذ، وحقيقة يشار له بالبنان على الأعمال الخيرية اللي عمل الجزاء إن شاء الله في ميزان حسناته، ورجل ضحى في مهنته من أجل أن ينقذ هؤلاء المساكين. سؤالي ماشي استاذ عباس، وياك شفت اللي قدامك، اسمع شو اقول لك. الداعي عبد الرحمن صميط رحمه الله كويتي، ومؤسس جمعيه العون المباشر، ورئيس مجلس البحوث والدراسات الاسلاميه. ماذا كانت وظيفه الراحل قبل ان يترك الوظيفه ويتفرغ لهذا العمل الخيري؟ سم بالرحمن وعطني الجواب. شنو كان يشتغل قبل أن 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 يكون الداعية ويترك كل زهد وجابل هالناس عشان ينقذ هالمجاميع هذه الكبيرة، ياخذ التبرعات من الكويت وروح يساعد هالمساكين هذيلا؟ سم بالرحمن. عباس وياك تفضل. شنو كان يشتغل مهنته؟ شنو كان؟ أتوقع معروف والله، نار على علم، لا يوجد يعني الأفريقة كلها دون يعرفونه، احنا الكويت ما نعرفه ما يصير. الوقت سامنحك خمس ثواني بعد. طبيب يمكن؟ طبيب مو يمكن الا طبيب، وكان في مستشفى الصباح وتنازل عن وظيفته وكل الامور هذه، وهو وزوجته، وتعنى ان يكون يقوم بالامور الخيريه باسم الكويت. وانت صح، برافو عليك، تستاهل، حلال عليك. مشكور. طبعا الجائزة هذه مقدمة من سراي للعطور، ستصلك إلى بيتك بإذن الله تعالى، يتواصلون معك الإعلام ماشي. هدية القرين كلها مقدمة من، وما تبقى الجوائز مقدمة من وزارة الإعلام. سم الرحمن أعطوني. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية. سلم شرب. أنا أبو عبد الله، الله يتقبل طاعتك. منا ومن الساير الأعمال، الله يرحم لوالديك. أنفال خالد، أنفال خالد الزاير. والنعم والله أنفال، كيف الله حالك؟ الله ينعم بحالك. كيف حالك يا أنفال بنت الزاير؟ شلونك؟ زين إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك ويخليك. حفظك ويخليك. يعطيك العافية. وخيتي ترى أنا يده ترى أحط بارك علي. والله أحطش على راسي. ويا 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 من حظ اللي انت يدته، ويا من حظ اللي انت بنته، ويا من حظ اللي انت زوجته، كلهم الله يبارك فيك ان شاء الله. وسؤالنا بسيط، وقدر المستطاع ساكون معك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شوف الفيديو حيل. صار لي مده طويله
أشتري 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 ولا أبيع. أنا باغي لك الخير من زمان، بس أنت الله هداك ما أدري إيش فيك. على العموم الطريق هذا أحسن لك من الشر. آمر تبي شيء حاجة غرض، أنا مستعد وتحت أمرك. يوان يوان من أيام المرحوم. إيه من أيام المرحوم لما كنت توديني الصحراء وتضيعيني عشان تخلصين مني. صدق يا ورد السندان، صدق يا ورد السندان. أنفال. نعم. يرحم والديك. والدنا والدك الجنة إن شاء الله. إنش ما تروحين إلا ماخذ الجائزة. قولي لي هذا طال عمرك اسمه الشاطر حسن، مسلسل كويتي شهر وايد كلنا شفنا على ماضن، ومن اول مسلسلات للاطفال يعتبر، ماشي. عرض في تلفزيون الكويت في رمضان سنه 1972. من هو الفنان اللي قام بدور الشاطر حسن؟ الله ابو عبد الله. ما بعطيش اختيارات. ترى انا مو كثر معانا. ما علم. شاطر الحسن. بعطيش اختيارات انا بعطي. منو اللي مثل دور شاطر الحسن؟ هل هو احمد مساعد او احمد عبد الله او سعود الحلو؟ ما ادري والله. طيح لي واحد. طيح لي واحد. ها؟ طيح لي شوي. والله والله وتدري عن شيء. يلا احمد مساعد او احمد عبد الله؟ احمد ما ادري احمد عبد الله يمكن. ما ادري. لا عندي شك. احمد عبد الله ولا احمد مساعد؟ لا قولي لحد واحد. يلا حد اكثر من شي ما يقدر اسوي. ها احمد عبد الله ان شاء الله. يا الله يرحم لي والده. شكرا. احمد مساعد. عيت وانا اطيح لك هذاك حظ اوفر ان شاء الله. يا انفال ضيقتي خلقي. خساره. آه والله يضيق خلقي وتكدر فعلا. والله ما أبي أحد ما يفوز. بس أسوي عاد ما في اليد حيلة. يعني سويت اللي أقدر عليه. سمو بالرحمن عطوني. ألو 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 مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إيهاب يوسف معك. منو؟ إيهاب يوسف عبد الله. مرحبا يا إيهاب، كيف حالك؟ الله يكرمك. أنت تكلمني من الكويت؟ ولا ما تقول بس مصر يعني. حياك الله حبيبنا. ولدنا انت يا اخي، من اولادنا انت يا ايهاب. من وين انت؟ من مصر. من وين؟ من وين؟ صهاج. من وين انت؟ من مصر. ها بالقاهره. حياك الله ايهاب. تفضل شوف الشاشه حبيبي. منصور يا ولدي لو تعرف قيمه هالماي وشلون نتعب احنا علشان نجيبه ما كتبته كذي. بس عبد الله عبد الله عبد الله بطيتش بودنا بعبد الله هذه. خو ما صارت سلفته وساعدته وشغلته، ما باجل لانك تورثه. الريال ما يبي شيء يا مره. عيل انت اللي بيزاتك وايد وما انت عارف شو اسوي فيها. لكني انا طول عمري احسن منك وبشهاده ابوك. كنت بطفولتك غبي وبشبابك تافه. انت ما تسي على وجهك؟ شلون لسانك يطلع؟ ايهاب تفضل. ازيك؟ الله يكرمك. الان مصر كلها قاعد تشاهد تلفزيون. حيفضحك فضيحه بجلاجل، خلي بالك. ربنا كيفك. مسلسل المصير انتاج عام 1977 الكويت، تلفزيون الكويت، بطولة خالد النفيس رحمة الله عليه والأستاذ إبراهيم الصلال وإسمهان توفيق وحياة الفهد. من هو مخرج هذا العمل؟ مسلسل إيه؟ الله مسلسل المصير. إيهاب حديك اختيارات. كاظم القلاف، أحمد العامر، أم أحمد سعيد؟ خلص. قاسم القلاف. ها؟ قاسم القلاف. القلاف ولا القلاف؟ والله القلاف. القلاف وأنت صح. برافو عليك تعال. صح. استانس. انا ادري ما يدري شو السالفه بس طق الشره وصاد الطير. بالمبارك ما يخالف، احنا الهدف ان نوصل هالمعلومه الحلوه لكم حبايبي. عطوني الو.
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك ربي ويخليك حبيبي، طول لي عمرك. أتعرف حضرتك. معك بدر إبراهيم العتيق. والنعم بدر إبراهيم العتيق، حياك الله. بدوري هلا، شلونك؟ زين؟ تمام الحمد لله. يلا شوف الشاشة وبرد قلبي. سمب الرحمن، أنا أتغدى وياكم؟ إي لو مخرجكم يخلي أحد يقعد ولا يسولف ولا يتغدى. أنا قبل شوي عطسب وغي يذبحني وغي يسنطني. هالدوري إذا بتغدى توني بحط اللقمة بيقول استوب. يا يما شنو أنت هاتي هاتي وهاتي قاعد تعبي شطرنج أنت؟ يا يما شوي شنو هذا؟ مسخي نظارتك شمال ليل ليل، العالم قاعد يتعشون يطالبونك شنو على شنو لابسه نظاره؟ ايش عليك من النظاره يا يمه؟ ها هذا موضه بعد موضه، تعرف ايش جو وقيض ولا ليل ونهار كله واحد؟ انا من زمان نعم اتمنى نعم اقرم كاكاو دعمه من زمان. انت سامع عن النداء؟ نداء القلب، نداء الروح. الله، في نداء اسمه نداء الضرس. الله، انا ضرسي قاعد يناديني اني انا اقرم الكاكاو هذه. بدر شلونك؟ تمام الحمد لله. شفت الضروس اللي مركبهم داوود؟ ايه شفته. تعرف الفقل اللي قص حاش الميدار قصه؟ يعرف شو ما اعرفه. مسلسل تلفزيوني كويتي انتج عام 1997 قريب يعني. كتبه الكاتب الإماراتي جمال سالم وأخرجه للتلفزيون الأستاذ غافل، المخرج غافل أفاضل. ما اسم هذا المسلسل؟ وسهل، وإن ما جاوبت لا يكون تدق مرة ثانية بزعل. لا أبي اختيارات. ما في اختيار، هذا اللي وحيد اللي ما في اختيارات لأنه سهل وقريب والله. ها يا بدر صوت بصوت الرجل. ها الناس أجناس؟ لا، وبعطيك بعد فرصة ثانية قبل لا أخلص الوقت بسرعة. عندك تسر قرب لي زي شاكة كان يقرب. يلا سنب الرحمن. ها بدوري قبل لا أزعل تكفى. يلا بعطيك مني 5 ثواني. 1 2 3 4 5. والله ما أدري. أطلبك السموحة. خسارة. نفس السؤال عطوني. الو ماني مغير. الو الو مرحبا مرحبا. بطش ورش وماي الورد بالقرش والبنات راح يطلعون احسن من الصبيان يعطوني السؤال بسرعه. قولي عمي. اتعرف باسمك. معك بشاير. والنعم والنعم يا بشاير، احلى اسم انت. ماشي يلا. عيونك حلوه. الله يخليك. بشورتي شفت حلو الموضوع وكاهو قدامك على الشاشة. بس والله انا حاطه ميوت. ممكن تعيد السؤال؟ اعيد السؤال مرتين. حاضر. مسلسل تلفزيوني كويتي انتج وعرض عام 1997 قلبين. وانت احلى قلبين، برافو عليك. صح، تسلمين يا الغاليه. شفت البنات شلون شطار يا بدر؟ بسرعه عطوني فاصل. بلغني المخرج وقال لي عندك 5 دقائق، ابي اذكى متصلين وبسرعه تعطوني. بسم الله. عطني الو. الو الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك. شهرت بالله علينا وعليك. وتعرف بحضرتك. بندر العنزي ابو يوسف. ربحتني بروح الدوام، ما ربحتني بقعد. لا تروح الدوام. لا لا لحظه لحظه. انا ترى وين راح تربح؟ ايش رايك؟ والله عاد كيفك. انا داوم وزاره الصحه. سم الرحمن. لا الصحه لازم لازم اربحك اصلا. ما هي الجزيره الكويتيه التي تعتبر اصغر مساحه وتسكنها طيور الدنيا كلها فيها؟ ما هي؟ جزيره ام النمل، جزيره فيلشه، جزيره عوها، ام جزيره قارو؟ سب الرحمن. بدر بندر بندر بجعل بسرعه. بندر والله معروفه. بندر ام النمل. حذفت لك واحده. حذفت لك جزيره فيلشه. روح بقى عندك جزيره ام النمل وجزيره عوها وجزيره قارو. ها لا عاد لا لا قارو قارو. روح الدوام. صح برافو عليك. تسلم. الو الو
الو. مرحبا. هلا بطش ورش. هلا فيك. اتعرف حضرتك. حوراء محمد نصيح. حنان. حوراء محمد. حوراء احلى اسم انت يا حوراء. لا ضيقين خلقي يا حوراء. سمع الجواب سمع السؤال. ما اشهر المعالم التاريخيه في مملكه البحرين؟ اموت عليها. سمعي، جبل الدخان، جبل العرين، جبل البحرين، جبل سترة. ها عادي تساعدني؟ شو اساعد؟ بلغي لك واحد. يلا روحي. جبل العرين لغيته بسرعه. جبل الدخان، جبل البحرين، جبل سترة. توني قاعد اقول بنات اذكيه. يلا يا حوراء. الوقت الوقت الوقت. لحظه. الوقت الوقت. لحظه لحظه الحين اقول. الوقت خلص. الوقت جبل الدخان. والله تدري عن شيء وهو صح. برافو عليك. يلا ملحوقه تسهلين. يمديني اخذ اتصال بعد؟ يلا اعطوني. الو الو. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. اتعرف حضرتك. معك حوريه عبد الله علي قاسم. والنعم يا حوريه، كيف حالك؟ من وين انت حوريه؟ انا من منطقه الرابيه. يا حياك الله. بالكويت؟ كويت يعني تحكي من الكويت؟ اي انا اكلم معك من الكويت، بس انا جنسيتي من اليمن. يا مرحبا. شوفي ابيك تفوزين، فاهمه؟ يلا ان شاء الله. اين يقع سهل الدبدبه؟ اين يقع سهل الدبدبه؟ شمال الكويت، شرق الكويت، غرب الكويت، وسط الكويت؟ وبسرعة لا يضيع الوقت يا حورية. ها وسأل غيرش واحد. شرق الكويت، بقى عند الشمال الكويت، وسط الكويت، غرب الكويت. ها بسرعة. بغرب الكويت. اللي قالت لك يم الصح. برافو عليك تستاهلين. صح. كفو عليك. أنا حقيقة وايد أرتاح وينشرح صدري. والله أبي ما حد يرجع إلا فايز، ولكن شو أسوي؟ بعض الساعات أضطر فوق حاطين لي ساعة. سمعوها الدكتك وياي؟ ما عليه. صيام مقبول وذنب مغفور. وألقاكم بإذن الله غدا في نفس الموعد. أتمنى لكم إن شاء الله سحور شهي وفطور أشهى وذنب مغفور بإذن الله تعالى. تمشون على خير. حفظكم الله. ألقاكم باشر في نفس الموعد. حفظكم الله. مع السلامة.